ليه مستغربه ليه؟ يعني عشان انا لعبت ادوار كثيره مختلفه، فده جديد بالنسبه لي. هو المسلسل اجتماعي، بيتطرق لاحداث ومشاعر اجتماعيه وانسانيه، ما فيش عمل درامي بيوصل لها، وعن طريق ضابط الشرطه واجتماعياته ايه وحالته ايه ونازل بيشتغل وإيه ما صعوباته ومشاكله. وإحنا دلوقتي في وقت يعني كل أم عندها ابن في الشرطة بيبقى نازل مش عارفة هو راجع لها ولا لأ. فده بالنسبة لشخصية أستاذ أمير، وأنا الحقيقة سعيد جدا بالعمل معاه ومع الدكتور بهر دويدار ومع الأستاذ بيتر ميمي، يعني من المخرجين المتميزين، وأنا متوقع له مستقبل كبير قوي. بيفكرني بالمخرجين التقال اللي أنا اشتغلت معهم الحقيقة. وأنا بعمل إبراهيم السني، أنت شفت جزء بقى. بص، هو حالة نسيج اجتماعي، والمسلسل فيه حالة صلح اجتماعي احنا محتاجينها، يعني من خلال بقى شخصية سليم بيه والأحداث والدراما المحيطة بيه، ونفس الوقت إبراهيم ومشاكله الاجتماعية وهو بيشتغل ايه وفي مستشفى عام. فده يعني وهو عنده عقدة من الإرهاب ومن يعني وبتكلبش معايا في الأول، بنكلبش مع بعض وبعدين نبتدي يعني هتشوف بقى. أنا مش عايز أحرق المسلسل، لسه في أحداث جاية كتير كويسة هتعجب الناس. دي مسلسل رمضان كريم مع أستاذ سامح عبد العزيز وأستاذ أحمد عبد الله، عامل شخصية مختلفة برضو تماما عن هنا، وده اللي خلاني أعمل شخصيتين لأن لقيت الاختلاف بينهم بعيد جدا فعملتهم.